تسعدني في بداية حديثي إليكم اليوم أن أتوجه بالشكر والتقدير لكم على هذه الدعوة الكريمة، تحية تقدير لكم جميعاً ولكل رجال الشرطة المرابطين في كل مواقع العمل الأمني الساهرين على حماية أمن الوطن والمواطن، المقدرين لتلك المرحلة الحاسمة من تاريخ بلدنا التي أصبح فيها العدو داخل الحدود لا خارجها فقط، فباتوا عينا ساهرة لا تنام ولا تكل ولا تمل من أداء واجب عاهدة الله عليه. إن رجال هيئة الشرطة يساندهم إخوانهم من رجال القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من شعب مصر العظيم، ساندوا مسيرته وخاضوا مواجهات ضارية مع الإرهاب والتطرف بكل بسالة وشجاعة، وما زالوا يواصلون جهودهم وتضحياتهم دفاعاً عن استقلال مصر وسلامة أبنائها. هؤلاء الرجال أبناء شعبنا الأصيل لم يكتفوا بأداء واجبهم فقط أو يقفوا دورهم عند حدود مواجهة القطر وهزيمته حماية لوطنهم ومواطنيهم، ولكنهم قدموا أرواحهم فداءً لمصر دون لحظة تردد واحدة حينما أصروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الإرهاب البغيض الذي بات يهدد بلادنا، متمسكين بالقيم والمبادئ النبيلة التي تعلم الأجيال معاني الوطنية والفداء والتضحية وإنكار الذات. فتحية لشهداء الوطن فهم أحياء عند ربهم يرزقون، هي تحية واجبة من القلب لكل شهيد في الشرطة أو الجيش دون تفريق اغتالته يد الغدر والإجرام بغير بصيرة من ضمير أو نور من عقل أو وازع من دين. أبناء الضباط والطلبة وضباط الصف من الشرطة والجيش، تمر علينا ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام لتجدد في داخلنا العزم بالزود عن الوطن لآخر قطرة في الدماء، ليكون النصر أو الشهادة آخذين من بطولات تلك الحرب التي خلدها التاريخ العسكري وسطرها كل من شارك فيها. العبرة بأننا كلنا راحلون وتبقى مصر خالدة، فأبناء هذا الشعب مع الجيش والشرطة جسداً واحداً لمواجهة إرهاب صنعه عدونا للنيل منا ومن دول المنطقة، ولكن عناية الله كانت سابقة فحمى مصرنا من مصير دول استباح الإرهاب أرضها ومسح حدودها وقتل وشرد شعوبها. يخطط لهدمنا ونخطط نحن لبناء بلدنا بوعي كامل لا ينقصه الحذر أو الفهم لما يحيط بنا، لنؤكد دوما على حقيقة على الجميع استيعابها في الداخل والخارج، مفادها أننا لن نتوانى عن حماية مصر أرضاً وشعباً. وأؤكد لكم أننا جيشاً وشرطة على قلب رجل واحد، هذا يقيننا وتلك عقيدتنا ولو كره الكارهون.